السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. فإن الله جل وعلا خلق الإنس والجن لعبادته، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجعل مآل الناس إلى جنة عرضها السماوات والأرض ممن عبد الله ووحده وأدركته رحمة ربه، أو نار تتأجج، نسأل الله العافية والسلامة، كما قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. فأهل الجنة في نعيم مقيم خالدين فيها، نعيم لا يتبدل ولا يتحول. قال الله جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقال الله جل وعلا: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وفي البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أجاء يوم القيامة بكبش بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقولون: وأينا لا يعرفه؟ ويا أهل النار أتعرفون هذا؟ فيقولون: أينا لا يعرفه؟ فيذبح بين الجنة والنار. ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. والجنة أعدت للمتقين، عرضها كعرض السماوات والأرض، كما قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله جل وعلا: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وأهل الجنة ينعمون فيها بالأنهار، ينعمون فيها بالأنهار. قد قال الله جل وعلا: قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. وقال الله جل وعلا: وقال سبحانه: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وقال الله جل جلاله: ولنعم دار المتقين، ولنعم دار المتقين، ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار. وقال الله جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون
فيها أنهار، فيها أنهار، أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. روى البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة، بينما أنا أسير في الجنة، إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه مسك أذفر. وروى الترمذي من حديث حكيم بن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بحر العسل، وبحر الخمر، وبحر اللبن، وبحر الماء، ثم تنشق الأنهار بعد. في الجنة أزواج مطهرة وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، نسأل الله العظيم من فضله. قال الله جل جلاله وتقدست أسماؤه: قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة، ورضوان من الله، رضوان من الله، والله بصير بالعباد. وقال الله جل وعلا: لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وقال سبحانه: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. في صحيح البخاري من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. الجنة الفوز العظيم، الفوز العظيم، والسعادة الأبدية، والأمن الدائم. قال الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ظل ظليل، ظل ظليل دائم ممدود، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، نسأل الله من فضله. قال الله جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وقال سبحانه: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. وقال الله جل وعلا: متكئين فيها، متكئين، متكئين، متكئين فيها، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. في صحيح مسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وروى من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب ذو الجواد المضمر السريع 100 عام لا يقطعها. وأهل الجنة لا غل في قلوبهم، لا حسد في قلوبهم، لا حقد في قلوبهم، إخواناً على سرر متقابلين. قال الله جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اختلاف بينهم، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية، لهم فيها المساكن والقصور
الفارهة. قال الله جل جلاله: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. قال الله جل وعلا مبيناً ما يكون بين أهل الجنة عند التقابل واللقاء وعند الوداع: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال الله جل جلاله: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. يكرمهم الله بالنظر لوجهه جل جلاله وتقدست أسماؤه. نسأل الله من فضله، نسأل الله أن يقر أعيننا بالنظر لوجهه الكريم. قال الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال الله جل وعلا مبيناً عذابه لأهل النار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأهل الجنة لا يحجبون عن رؤية الله جل وعلا. وأهل الجنة حين يدخلون الجنة تتلقاهم الملائكة بالتحية والبشارة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، من كل باب: سلام عليكم طبتم، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار. وقال الله جل وعلا: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال الله جل وعلا: وتتلقاهم الملائكة ترحب بهم وتحتفي بهم وتكرمهم بالتحايا وتبشرهم بالنعيم العظيم الدائم المقيم، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي بعدها على أضواء كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان، يرى مخ سوقها من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب. وروى الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول زمرة يدخلون الجنة يوم القيامة ضوء وجوههم على مثل ضوء القمر ليلة البدر، والزمرة الثانية على مثل أحسن كوكب في السماء، لكل واحد منهم زوجتان، وعلى كل زوجة 70 حلة يرى مخ سوقها من ورائها. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر،
والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يتفلون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد وعلى صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على دينه ويحيينا على الإسلام ويميتنا على الإيمان. وأما من كتب الله عليه الشقاء نسأل الله العافية والسلامة من الكفار والمنافقين، فإنهم في عذاب مقيم وفي حال بئيسة خالدين في جهنم، نسأل الله العافية. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وقال تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وقال جل جلاله: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. نسأل الله العافية والسلامة. وقد يعذب الله أهل الكبائر والذنوب العظيمة ممن لم تدركه رحمة الله ومغفرته في هذه النار، فأي عذاب ذلك العذاب، وأي بؤس هو ذلك البؤس، وأي شدة تلك هي الشدة. نسأل الله العافية والسلامة. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا إنها لظى نزاعة للشوى. نسأل الله العافية والسلامة. قال الله جل وعلا: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال الله جل وعلا: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير 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 لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، هذا جزاء المشركين والكافرين. نسأل الله العافية والسلامة. من دخلها سلمنا الله وإياكم من ذلك، كان ذلك أشد عليهم حسرة وندامة. نسأل الله العافية والسلامة. قال الله جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون،
ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش، رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نسأل الله العافية والسلامة. قال الله جل وعلا مبينا شدة الضيق والحرج: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. نسأل الله السلامة. شرابهم صديد. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. وقال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال جل وعلا: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فغلوه إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. وقال تعالى: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فشاربون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. نسأل الله السلامة والعافية. لها سبعة أبواب، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله جل وعلا: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. نسأل الله العافية والسلامة. وقال الله جل وعلا مبينا أنهم يقاسون في الجنة في النار سموم وعذاب وحميم. قال سبحانه: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. وقال سبحانه وتعالى: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. تطلع على الأفئدة، ينكشف المخبور ويظهر المستور، إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. قال الله جل وعلا: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. وقال سبحانه: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. وقال جل وعلا: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. وقال جل وعلا: كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
تنفري أمعاؤهم من شدة عذابهم نسأل الله العافية والسلامة. روى البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يُجاء بالرجل يوم القيامة فيُلقى في النار. تأملوا هذا الحديث رحمكم الله، يُجاء بالرجل يوم القيامة فيُلقى في النار فتندلق أقتابه أي أمعاؤه، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولآتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نسأل الله العافية والسلامة. هذا حديث عظيم ووعيد كبير، نسأل الله أن يسلمنا من خزيه وعذابه. أيها الإخوة، الله في المسابقة إلى جنات النعيم، الله بالمسابقة إلى جنة عرضها السماوات والأرض. إياك أن لا يسعك أن لا تجد في هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض، إياك أن لا تجد فيها مكان. والله إنه لمحروم وشقي أشد الشقاء من لم يجد موضعاً في جنة عرضها السماوات والأرض. وأعظم ما يدخل الجنة توحيد الله والإيمان بالله وإقامة الفرائض وإقامة هذه الصلاة وإقامة أركان الإسلام والبراءة من الشرك وأهله، تحقيق التوحيد، هذا أعظم ما يدخل الجنة. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أمن من العذاب وأمن من الضلال. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ويقول عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه. نسأل الله أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا على الإسلام ويبعثنا على الإسلام ويثبتنا على دينه حتى نلقاه. ونسأل الله كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في مستقر رحمته على سرر متقابلين، إنه ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.